صحيح أنه مع توقف الرحلات الجوية توقفت أيضا رحلات السفاري الأفريقية، ولكن هذا لم يقف أمام عشاق الحياة البرية، فقد أتاحت بعض المحميات فرصة عيش هذه التجربة من خلال الجولات الافتراضية. كيف ذلك؟ تابعوا المزيد في التفاصيل في تقرير كارولين سبيس. اليوم موضوع حقيبة سفر مختلف قليلاً ولكن مميز. صحيح أن الأمور بدأت تعود إلى مجاريها والخطوط الجوية تتحضر لاستقبالنا من جديد، إلا أن الأثار التي خلفتها هذه المرحلة قد تجعل بعضنا يؤجل فكرة السفر وأخذ استراحة قد تطول بعض الشيء. مما لاحظناه أنه مع توقف الرحلات الجوية وفرض إجراءات العزل العام في أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، توقفت أيضاً رحلات السفاري الأسطورية التي تشتهر بها دول إفريقية. لكن من جديد برهنت التكنولوجيا قدرتها على تجاوز كل القيود، فنقلت إفريقيا وحيواناتها إلى منازل كل عاشق للمغامرة والحياة البرية، وقامت شركات متخصصة بذلك من خلال كاميرات يضعها المرشدون بسيارات ذات سقف مفتوح ويتجولون بها لمرتين يومياً أو أكثر. يمكن للمشاهدين رؤية أي حيوانات يجدها المرشدون وهم يتجولون في أنحاء محميات الحيوانات البرية. هناك مثلاً كاميرا تعمل طوال اليوم مثبتة عند بركة ماء في إحدى المحميات في جنوب أفريقيا، تعرض أيضاً لقطات حية لأي حيوان يقترب ليشرب. اللافت في هذا الموضوع أن مشاهدة هذه اللقطات المميزة مجانية بالكامل، فبعض الشركات تحقق إيراداتها من بيع مقاطع فيديو مميزة، مما يعوض ولو قليلاً الخسارة التي تسبب بها فيروس كورونا. ولكن في جولات السفاري الافتراضية التكنولوجيا لم تكن العنصر الوحيد الجاذب للجماهير الافتراضية، وإنما الصلة بين المرشدين وقصصهم وقصص الحيوانات التي يتابعونها، إذ يمكن لأي شخص طرح أسئلة معينة على المرشد والتواصل معه. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه علماء البيئة أن حظر السفر خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن الرحلات الجوية للزوار من أجل الحضور إلى تلك الأماكن، مما قد يساعد تلك المناطق الشهيرة على التعافي من السياحة الزائدة عن الحد. لكن الحقيقة أنه لا بديل عن التجربة الحقيقية من ساعة الصفر عند الانطلاق حتى الوصول وبدء المغامرة وصولاً إلى ختام الرحلة والعودة وعيشها بتفاصيلها وبكل حواسنا. انتظرونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من فقرة حقيبة سفر معي أنا كارولين سركيس.